بسم الله الحمد لله والله أكبر كبير وسبحانه بكرة وأصيل. ويختم هذا الحديث ونتمنى على الله أن يكون حديث صحيح اللي رواه فيما يبدو أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله، يقول نكرم ونجل ونثمن كل من ذي سلطان اللي عنده أي نبرت كتبوا كي سوا لو مينيموم أو لو ماكسيموم كي إكيتاب، معناه اللي هو يعني مقصد لمين، لا لنا ولا لنا، خاطر بملايين السلطان يكون ما يسيء للإنسان، لأن السلطان استقام عناه فيما يخص قوم سيدنا ذي النون يونس عليه السلام. يرينا كيفاش الأغلبية على الدين الملوكية، حين قلنا تفطن ملكهم في الدنيا بعد إذن الله عليهم، قلنا تفطن الأمر اللي تبوه به سيدنا يونس عليه السلام أمر جد لا هزيل. فهذا أنا خويا أنا العقل يعني الكل شد الطريق باش ما يحقش عليا الكل، فحين انتبه ونجا، بما أنه خلينا عندهم تبعية كما تكون في فطرية تبعية غريزية مغروسة فيهم، تبوا فنجوا وهم 100,000 أو يزيدون. ولهذا إكرامنا ذي السلطان المقصد واجب علينا أهل القرآن، ولابد أن نركز على هذه الواجبات تجاه سلاطين صغار وكبار الذين ينتهجوا منهاج الإسلام. فعقلوا يا ناس، اخرجوا من غفلتكم، بني صهيون هم أرادوكم أن تكونوا من الغافلين من التابعين للجاهلين الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم حقيقة مدمر لأنفسهم ولأهلهم ولبلدانهم. نسأل الله السلامة ولا ندامة إن كنا من أهل السلامة، والحمد لله رب العالمين.